السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناتكم الجميلة ومعتز الإلكترونيات على اليوتيوب. بالنسبة اللي بيتفرج عليها لأول مرة ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد، كل ما يخص الإلكترونيات من شروحات وأعطال، وكل ما يخص الترددات الفضائية على جميع الأقمار، وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له. بإذن الله اللي هيتابعنا هيستفاد من الحلقات اللي أنا بقدمها لكم أول بأول. تعالوا بينا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عن إيه. مباراة قوية جدا جدا وملالها الصغيرة تجمع بين منتخبي البرازيل وسويسرا ضمن منافسات الجولة الثانية من مونديال 2022. وقع المنتخبين في المجموعة السابعة التي تضم كل من الكاميرون وصربيا بالإضافة إلى منتخبي البرازيل وسويسرا، ويتصدر منتخب السامبا المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه المنتخب السويسري في المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضا. وتقام المباراة بين المنتخبين يوم الإثنين الموافق 28/11 لعام 2022 في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 6 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة والعراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين، 8 مساء بتوقيت الإمارات العربية. ويمكنكم مشاهدة المباراة من خلال القنوات الآتية. بالنسبة للنايل سات موجود على قنوات بين سبورت وقنوات الكاس على ترددات الزهرة أمام حضراتكم في الفيديو، كما ظهرت قناة الهوية على تردد 11096 معدل الترميز 27500 والقطبية اتش أو هوريزنتال أو أفقي، أو من خلال قنوات آموس زي ما بنبين قدام حضراتكم أو زي ما واضح قدام حضراتكم، وكل الترددات معايا في الفيديو. كما ظهرت قناة بريشيان اتش دي أو سبورت فايف على قمر يوتيل سات 7 شرق والتردد أمام حضراتكم، وأيضا من خلال قنوات أورت بي وأورت وان على تردد 11900 معدل الترميز 27500 والقطبية اتش أو هوريزنتال أو أفقي، أو من خلال باقة زد اف على قمر أسطرة 19 شرق على تردد 11957 معدل الترميز 27500 والقطبية اتش أو هوريزنتال أو أفقي. وعلى نفس القمر ظهرت قناة كان على تردد 11627 معدل الترميز 22000 والقطبية في أو فيرتيكال أو رأسي. أهم قنوات معانا اللي هي تي ار تي وتي ار تي سبورت على 42 درجة شرق من خلال الترددات اللي ظهر امام حضراتكم ايضا في الصوره، او عبر قناه اي تي ان الموجوده على قمر ياهسات موقعها 52 درجه شرق على تردد 12015 معدل الترميز 27500 والقطبيه اتش او هوريزنتال او افقي، او عبر قنوات ارف زيتش الموجوده على قمر انتلسات موقعها 62 درجه شرق والتردد امام حضراتكم في الصوره. ولكل محبي وعشاق دي ار ان راديو على النايل سات على تردد 11843 معدل الترميز 27500 والقطبية اتش هوريزنتال او افقي. وكده بمشيئة الله نقدر نستمتع بالمباراة القوية اللي هتجمع بين البرازيل وسويسرا ضمن مونديال 2022 من خلال القنوات اللي ذكرتها لحضراتكم. ولو عجبك الفيديو وحابب تتابع معايا كل الاحداث الرياضية واحداث مونديال 2022، اضغط لايك واشترك في القناة، واهم حاجة تفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. مع أطيب تمنيات الجماعة ومشاهدة ممتعة، وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.